أننا نؤمن بصاحب الأمر عجل الله فرجه. أكيد. كذلك نؤمن بالانتظار صباحا ومساء. قبل كل صبحية يعلن جبرائيل سلام الله عليه عن ظهوره، ربما عصرية ربما ليلية، نحن لا نعلم. انتظره صباحا ومساء. قبل هاليوم باشر، انا لا ابشر بقرب الظهور، لا، وانما توقع الظهور باستمرار يجب ان يكون موجودا في قلب المؤمن مع الشهد. فلربما ظهر، ولربما طلب مني، طبعا راح يحتاج، وهو لا يحتاج الا الى الله، لكن معاونين بالاخر عنده. فلربما جعلني اختارني شيء من ذلك، اختار لي شيء من ذلك او عمل من الاعمال، لان انا اكون بذر شكليه واقول له ما اقدر، او هذا صعب علي. ربما قال لي فرد عمل الذي ينبغي ان اقف في الشمس عده ساعات، او مثلا امشي عده ساعات، او اي شيء من هذا القبيل، او اقف 24 ساعه على قدمي، الى اخره. كثير من الحاجات والمصاعب تواجهها الدنيا وتواجهها المصالح العامة الموجودة في زمن المهدي سلام الله عليه. أنا شرح أقول له، إن قلت له نعم وقعت في عسر وحرج، وإن قلت له لا وقعت في الأدهى، لا أقل من الناحية الدنيوية، يشيل سيفه يقص رقبتي. غضب الله طبعا موجود. شنو شرطي؟ مع العلم أنه انتظروه صباحا ومساء. هاي شارتة ان الانسان يعود نفسه على المصاعب، حتى ما اذا ظهر امامه وقائده الحقيقي لا يقول له لا، يقول له اهلا وسهلا واحنا بخدمتك. اي شيء تقول بدون استثناء يعني بالخدمة، صغيرها وكبيرها وقليلها وعظيمها. ولماذا لا؟ هكذا ينبغي الانسان امام الله وامام اولياء الله. قد يكون يتعطل اكلك، قد يكون يتعطل شربك، قد يكون في مطر، قد يكون في شمس، قد يكون في بعد، قد يكون في وحشة، قد يكون في غربة، ما يخالف حبيبي، اي شيء تريد ممنونين. فالانسان شنو؟ يشحذ همته وصبره لاجل الله